Well حكاية لي أنا بدخلها للآخر لأنه هي مرتبطة بالقراءات بس شو ندخل في القراءات بدون ما نحكي في الحرف السبع اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ارحب بكم ايها الاخوه والاخوات في هذا اللقاء المبارك الذي نعرض فيه لموضوعات في غايه الاهميه في علوم القران يمكن القول انها تمثل قسما كبيرا من مجالاته وفهمها وحسن ادراك مقاصدها ومعانيها ينبني عليه اثار طيبه في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى والتلقي عنه. الموضوعات التي ندرسها الناسخ والمنسوخ واسباب النزول والاحرف السبعه والقراءات. وجدير يعني في كل عنوان من هذه العناوين ان يفرد له كلام طويل وان يكون له حلقه مستقله. لكن نعطي ما يلزم ان نقف عنده في هذه الموضوعات المختلفه والمتنوعه. ونبدا بالحديث اولا عن النسخ موضوع النسخ من الموضوعات التي يدخل على كثير من الناس اضطراب في التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى لانهم لا يحسنون فهمه اولا ما معنى النسخ في اللغه النسخ في اللغه يطلق على امرين يطلق على النقل نقل الشيء من مكانه الى مكان اخر كما نقول نسخ الكلام مثلا من الكتاب الى الدفتر ويطلق بمعنى الازاله، نسخت الريح الاثر. نسخت الريح الاثار. عند السلف رضوان الله عليهم كانوا يصطلحون النسخ. كانوا يصطلحون او يسمون يطلقون النسخ على كل تغيير تحدثه الايه المتاخره في معنى ايه متقدمه عليها في النزول. فمفهوم النسخ عندهم يدخل فيه التخصيص والتقييد والاستثناء. ولذلك يطلقون ويقولون عن كثير من الآية الكريمة أنها منسوخة نسختها آية كذا ونسختها آية كذا ومقصودهم يشمل صور التخصيص وصور التقييد وصور الاستثناء وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة جدا ولكن النسخ في الاصطلاح كما استقر عند الأصوليين معناه أن, أن الآية المتأخرة تمنع العمل بمعنى وحكم الايه المتقدمه بمعنى ان الايه المنسوخه لم يعد معمولا بها لان الحكم رفع رفعته الايه المتاخره حتى يصح القول بان الايه الثانيه نسخت الايه الاولى لا بد لذلك من شروط الشرط الاول ان يعلم المتاخر من الايتين والمتقدم والشرط الأهم أن يكون لا يمكن الجمع بين الآيتين فإذا أمكن الجمع بين الآيتين لم يصح القول بالنسخ ما أمكن الجمع بين الآيتين لا يصح القول بالنسخ فلا يلجأ إلى القول بالنسخ إلا إذا كان بين الآيتين اجتمع في مكان واحد على معنى واحد وكان المعنى المستفاد من الايه الثانيه مخالفا للمعنى المستفاد من الايه الاولى على نحو لا يمكن الجمع معه بين الايتين واذا طبقنا هذا الشرط في للقول بالنسخ بمفهومه الاصطلاحي المتاخر فاننا سنجد ان اكثر ما يزعم او ما يقال عنه منسوخ او ما قال السلف عنه منسوخ رضوان الله عليهم باصطلاحهم الواسع لا ينطبق عليه تعريف النسخ بالاصطلاح المتاخر. فكل آيه خصصت آيه قبلها أو قيدت آية قبلها أو استثنت من آية قبل قبلها هذا لا لا يزعم فيه القول بالنسخ ولذلك نجد مثلا شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله يتعقب القول بالنسخ وينفي أن عن آيات كثيرة من القرآن الكريم يزعم الناس أنها منسوخة يقول إن هذه الآيات ليست من منسوخة ولا يلجأ إلى القول بالنسخ ما أمكن الجمع بين الآيتين الامثله على ذلك مثلا لا يدخل في مفهوم النسخ ما كان تدرجا في الاحكام مثلا يشيع عند الناس ان الايه الاخيره في تحريم الخمر نسخت ما كان قبلها من الاي في هذا الموضوع نفسه وهذا الحقيقه غير صحيح لان التوسعه في تحريم الخمر وقوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا توسيع لدائره التحريم لا الغاء له يعني كان التحريم مقتصرا عند لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى عند الصلاه ثم توسعت دائره التحريم هذا ليس الغاء هذا ليس الغاء مثلا هذا من المهم جدا ان ننتبه أن الأحكام الشريعة التي تختلف باختلاف الظروف. أن أحكام الشريعة التي تختلف باختلاف الظروف، مثلا كأن يكون المؤمنون مأمورين في وقت من الأوقات بالموادعة والمسالمة، وأن يشرع الجهاد بعد ذلك، وأن يكون هناك شيء من التدرج في ذلك، أن ينزل قوله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ينزل بعده قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. هذا لا يكون منسوخا. هذا تدرج هذا يعني في في حين من الاحيان كان مطلوبا الصفح والمسالمه والمسامحه، وفي اوقات اخرى لاختلاف ظروف المجتمع المسلم صار مطلوبا القتال بقيود، ثم في ايه اخرى امر ان نقتلهم حيث سقفت حيث ثقفتموهم، واخرجوهم من حيث اخرجوكم، هذا يختلف باختلاف الظروف واختلاف واقع المجتمع المسلم بطبيعه علاقاته مع المجتمعات الاخرى المعادية له او المخالفة له. من اخطر الامور ان ان نظن ان يظن ظان ان الاية الكريمة مثلا قوله سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. أن قوله ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. أن قوله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. من اخطر الاشياء ان يظن ظان ان هذه الايه الكريمه كلها منسوخه ولا يعمل بشيء منها. وهي من قمم التشريع الاسلامي في مجال ما يدعو اليه الشريعه الس... ما تدعو اليه الشريعه الغراء من تسامح ومن كرم ومن هذا ومن احترام للتنوع واحترام للتعدد فهذا كله عن النسخ بمعزل. المخالفون للمسلمو... للمسلمين اصناف منهم من يظهر العداء ومنهم من يهاجم ومنهم ما لا بد من محاربته ومنهم من يسالم ومنهم من هو اصلا من الرعايه في المجتمع المسلم ومنهم من من هو بيننا وبينه صلح مثلا يظن كثير من الناس ان الايات الكريمه في سوره التوبه هي الناسخه لكل ما تقدمها في هذا المجال والحقيقه ان الايات الكريمه في سوره التوبه تتحدث في نطاق ما تتحدث ضمن اطار ما عن العلاقه مع العرب الذين نقضوا العهود والمواثيق وقاتلوكم اول مره ونقضوا وحاربوكم ووقفوا ضد الشريعه مع خصوصيه المكان مع خصوصيه مكان جزيره العرب باعتباره مشرق الوحي ومهبط النور ولا يجوز ان يجتمع فيه دينان ليكون هذا مكانا خالصا لانتشار الشريعه هذا تعميم يعني الظن ان ما ان ظاهر ما جاء في هذه الاية هو وحده المعمول به في الشريعة وان كل ما جاء في قبول المسالمه والمصالحه والعهد مع المخالفين ان ذلك كله منسوخ هذا طبعا من أهم أسباب التي تخلق بعض ظواهر التطرف أو أو في في مواقف بعض المسلمين المعاصرين ظانين أن ذلك كله من المنسوخ. مثلا إذا أمكن الجمع إذا أمكن الجمع بين الآية المختلفة لا لا يصار ولا يرجح القول بالنسخ. كما مثلا في آية الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لأن الذين يطيقونه ليس معناها القادرين على الصوت دون مشقة، بل كلمة يطيقونه تستعمل فيما يستطاع مع مشقة زائدة. فأنت لا تقول أنا أطيق أن أحمل هذا الشيء الخفيف، وإنما لا يستخدم الإطاقة إلا فيما يستطاع بمشقة زائدة، ورخصة الفطر ليست وان يفدي ليست مختصه بالذي لا يستطيع بحيث لو صام لادى ذلك الى موته او الضرر الشديد به بل كل من شق عليه الصوم او الحق الصوم به ضررا زائدا يجوز له ان يترخص فقوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه هذا من يسر الشريعه لانه لو قال سبحانه وتعالى وعلى الذين لا يطيقونه لكان معناه ان الشيخ الكبير والمريض اللذان يستطيعان الصوم ولكن بمشقه زائده واذى محتمل ولكنه شديد وكبير فهذا لا يجوز له ان يفطر لكن الشريعه الغراء قالت وعلى الذين يطيقونه. لو ذهبنا ايها الاخوه ننظر في اكثر ما يزعم فيه النسخ لوجدنا ان الجمع فيه ممكن بين الايه التي يقال عنها انها ناسخه والايه التي يقال عنها انها منسوخه. مثلا في سوره البقره ذكرت الايه الايات الكريمه امرين ذكرت في حكم الذي المتوفى عنهن ازواجهن. ذكرت العده اربعه اشهر وعشره يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره وذكرت ان لهن الحق في آية في الايه التي تليها ان يمكثن سنه في بيتهن لا تخرج لا يخرجن من بيوتهن من بيوتهن هذا ليس من النسخ لان الايه الاولى تتحدث عن شيء واجب على المراه والايه الثانيه تتحدث عن حق لها والحق لا ينسخ الواجب ما الذي نريده؟ ما الذي نريده من ذلك؟ ما الذي نريده من ذلك؟ انتفض التليفون ما بعرف ايش اللي كمل كمل. لكن ما الذي نريده من ذلك؟ هل نريد هل نحن من الذين ينكرون النسخ؟ هل نحن نقول ان النسخ فيه مشكلة وانه لا يصح القول بالنسخ لاننا نظن او نتوقع او نعتقد ان النسخ مثلا لا يليق بشريعة الاسلام ولا يليق بالقران؟ لا ليس ذلك. النسخ يمكن ان يكون يعني حصل حصل وان نسخت شريعة الاسلام شريع شرائع او تفاصيل كثيرة في شرائع الانبياء قبلها. ويمكن ان يكون النسخ في شريعة الاسلام. كانت كان المسلمون يصلون في بدايه الامر الى بيت المقدس ثم جاء النسخ وحولتهم الايه الكريمه الى التوجه الى الكعبه النسخ لا يقتضي البداء يعني في ناس يستنكرون النسخ يقول لك لانه هذا لا لا يتعارض مع ان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء هذه كلها اوهام وظنون نحن لا نعول عليها ولا نلتفت إليها النسخ واقع في شرائع الأنبياء والنسخ وفي أشياء في الإسلام نسخت ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يعني أن يكون الأمر مسموحا به في ظرف وفي وقت ثم يختلف حكمه والموقف منه, منه باختلاف الظروف واختلاف الحال هذا لا ينكر لكن الذي نراه خطيرا أن يعتقد المسلم أن يظن المسلم أن آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى تحمل قيمة عظيمة وتحمل توجيهات كبيرة أن تصبح في حس الإنسان المسلم لا يعمل بها ولا يلتفت إليها أن تكون هناك آيات قليلة يعني مثلا الإمام السيوطي ذكر أن النسخ في عشرين آية جاء من بعده مثلا الشيخ محمد الخضري وناقش وقل العدد عند الشيخ محمد الخضري إلى عدد أقل من ذلك بكثير جاء عند الإمام دكتور مصطفى زيد ونظر فيما كتبه الشيخ محمد الخضري وقلل أكثر مما يعني قل عدد الآية المنسوخة عند الشيخ مصطفى زيد في كتابه عن النسخ هذا أن يبقى هناك بعض الآية مثلا مثل, مثل قضية أن يقدم المسلم صدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مناجاته قبل ان يناجيه. مثلا في قضيه بعض الامثله التي ذكرناها، قضيه عده المراه اربعه اشهر وعشره او حول انه الاربعه اشهر وعشره نسخت الحول. قضيه مثلا ان يكون قضيه قيام الليل انه كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء التخفيف بعد ذلك. أن يكون هناك خلاف أو بحث في مواضع يسيرة هي أصلا من طبيعتها ومن شأنها أنها في, غالب في غالبها ترتيبات إدارية أو تربوية مرتبطة بظروف النبي صلى الله عليه وسلم أو ظروف السلف الصالح يعني مثل قضية قيام الليل قبل في بداية الأمر مثل قضية تقديم الصدقة عند مناجاته صلى الله عليه وسلم أن يبقى بعض الآي محل نظر وخلاف بين العلماء منهم من يرى أن الآية منسوخة ومنهم أن يراها أنها محكمة هذا لا ضير فيه ليس هذا مكان اعتراض الامر الخطير الذي يعني يوقع خلطا ويوقع انحرافا ان ناتي مثلا ونزعم ان ايه السيف نسخت سبعين ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى ان ناتي الى سبعين ايه ونقول عنها انها منسوخه بايه السيف الخطر الا ننتبه إلى اختلاف مصطلح النسخ بين السلف رضوان الله عليهم وبين الاصطلاح المتأخر فالذين كتبوا في النسخ وهم كثر وذكروا آيات كثيرة على أنها منسوخة كانوا ينقلون أقوال السلف رضوان الله عليهم وكذلك كتب التفسير تذكر أن الحسن قال إن هذه الآية منسوخة وعكرمة قال إنها منسوخة والمراد منسوخة باصطلاحهم أنه دخلها تخصيص أو دخلها استثناء ولو نظرنا في هذه الآية التي تذكرها كتب النسخ الكثيرة المتنوعة لوجدنا لو أمثلة ذلك كثيرة يكفي أن تفتح على أي صفحة لتجد أن الأكثر مما يقال عنه أنه منسوخ يظهر لـ 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 بشكل واضح أن العلاقة بين ما يزعم أنه ناسخ وما أنه منسوخ لا تعدو أن تكون ضربا من ضروب التخصيص أو الاستثناء أو التقييد وهذا ليس من النسخ في شيء اذا والقضيه الاخيره في هذا المجال ان الايه الكريمه التي يستدل بها على النسخ هي لا تدل على النسخ باصطلاح بمفهومه الاصطلاحي المتاخر مثلا عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها ويكون هذا الكلام في سياق الكلام متصلا بالكلام عن بني اسرائيل وحمل ومتكل... و... 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 يعني... و... و... النسخ في الآية أصلا على معناه الاصطلاحي المتأخر هذا لا يصح لأنه لا يجوز حمل المصطلح القرآني على المعاني الاصطلاحية المتأخرة وإنما تفسر بمعانيها اللغوية ومعانيها المكانة مستعملة فيها وقت نزولها وبالتالي مثلا هل المقصود هل المذكور في الآية نسخ المعجزات بان معجزه الاسلام في ظهورها وقوتها كانما طم... غلبت على معجزات الانبياء السابقين هذا مثلا بعضهم يذهب اليه ويستدل عليه بان المذكور في الايه في فاصله الايه وصف الله سبحانه وتعالى بالقدرة إن الله على كل شيء قدير ولو كان المقصود النسخ التشريعي لكان المناسب أن يذكر الحكمة إن الله حكيم إن الله خبير كلمة <applause> آية بمعنى علامة في القرآن الكريم. وكلمة آية تحتمل أن تكون الآية المنزلة وتحتمل أن تكون المعجزة وتحتمل أن تكون فكلمة آية لا لا ينحصر معناها في معنى الآية المنزلة المنزلة المتلوة ومن هنا يدخل الاحتمال في تفسير هذه الآية من من جوانب كثيرة ومختلفة هذا أيها الإخوة هذا هو الموضوع الأول الذي أحببت أن أتحدث فيه طبعا هذا الموضوع كتب فيه كتب وألفت فيه رسائل ولو أردنا أن نتتبع الموضوع آية آية لاحتجنا إلى دورة كاملة في موضوع النسخ لكن هذه موجهات مهمة لابد من ان نلاحظها وان تكون حاضره في اذهاننا ونحن نقرا في كتب التفسير عندما نجد المفسرين يذكرون في كثير من الايه الكريمه انها منسوخه ان نتذكر ان هذا الكلام على مصطلح السلف الصالح رضوان الله عليهم وان مفهوم النسخ عندهم فيه اتساع شديد اننا لا ننكر النسخ النسخ يمكن ان يكون في الشريعه يعني ما ما هو من حكمتها انها تدرجت وهذا التدرج فيه فوائد تربويه كثيره وان يكون منها اشياء كان مأمورا بها في وقت معين ثم تغير الحكم فيها في وقت اخر من باب مراعاه الظروف والاختلاف وهذا فيه فوائده التربويه الكبيره والكثيره ان يكون ذلك منحصرا في اي قليله لا تتجاوز اليد الواحدة محل هي محل بحث ونظر عند العلماء، وإذا دقق النظر فيها يمكن في أكثر الأحوال أن يتيسر الجمع بين ما يزعم أنه ناسخ وما يزعم أنه منسوخ، هذا مسألة يعني تبقى في دائرة عمل المفسرين واشتغالهم، لا لا يعني ولكن الخطير أن يشعر المسلم وهو يقرأ القرآن الكريم أن آية كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى لا يطبقها ولا يلتزمها لأنها خارج دائرة الإلزام والتكليف هذه هي المسألة الأولى التي أحببت أن أتحدث فيها العنوان الآخر الذي نتحدث فيه أسباب النزول يعني في تفضل يعني في هل هناك في كتب تتحدث في هذا الموضوع بشكل واسع حتى يرجع اليها؟ يعني من اولا من الكتب الجيده رساله الدكتور مصطفى زيد عن النسخ في القران وهذه من الكتب الجيده التي يمكن ان يرجع اليها. كل كتب علوم القران المعاصره كتبت في موضوع النسخ. ومن من احسنها كتاب الدكتور فضل عباس رحمه الله اتقان البرهان لان هذا الكتاب كتاب يعني واسع ودقيق في بحثه ووجه سهام النقد الى كثير من الاشياء الشائعه التي يعني تحتاج الى مراجعه في كل مباحث موضوع النسخ، لو وضع الباحث على اي موضع كتب النسخ كتب علوم القران سيجد كتبا كثيره، مثلا منها كتاب الشيخ نور الدين عتر في علوم القران، منها كتاب فهد الرومي كلها تذكر كثير منها يذهب إلى القول بالنسخ في آية محدودة ولكنها تذكر الضوابط التي ذكرناها، هذه الضوابط أيضا ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات وبين أنه لا يصح القول بالنسخ إلا عند تحقق الشروط التي ذكرناها وذكرها أيضا الإمام السيوطي والإمام الزركشي الإمام السيوطي في الإتقان والإمام الزركشي في البرهان فهذه القيود والشروط أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند تعر إلا عند تعذر الجمع وإذا أمكن الجمع لم يصر إلى النسخ هذا يعني ذكر هؤلاء العلماء وكرره الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره في إن لم يكن يعني يمكن في مئات المواضع يعني إن لم يكن هناك مبالغة في ذلك يمكن في مئات المواضع طبعا وهناك يعني من كتب يعني من الشيخ مثلا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يعني مثلا له موقفه الذي يلجا فيه الى يعني الى انه لا نسخ في القران الكريم عبد المتعال الجبري اللي كتب ايضا كتابا يذهب فيه الى انه لا نسخ في القران الكريم يعني ما هؤلاء لسنا انا لا يعني لا لا اريد في هذا الموقف ان اظهر وكانني اذهب الى ما ذهب اليه هم لهم رايهم ولجماهير العلماء رايهم، المهم ان يبقى الخلاف منحصرا في عدد قليل من الاي، طبعا وسبق هؤلاء جميعا الى انكار النسخ في القران الكريم الامام ابو مسلم محمد بن بحر اللي نقل الامام الفخر الرازي كثيرا من اقواله وارائه في انه هذه الايه غير منسوخه في تفسيره، وفي كثير من المواضع كان الامام الفخر الرازي يستحسن قول ابي مسلم ويذهب اليه في كثير من المواضع التي كان يجمع فيها ابو مسلم بين الاي ويذهب الى ان الاي غير منسوخه. هل معنى ذلك اننا نوافق هؤلاء في ان كل ما ذكروه غير منسوخ؟ لا يعني لا باس ان يبقى خلاف منحصر في عدد قليل من الاي هذا لا ضير فيه ولا ضرر فيه. الموضوع الاخر ايها الاخوه الذي لا بد ان نتحدث فيه اسباب النزول. اسباب النزول هذا يعني باب مهم من ابواب علوم القرآن الكريم، سبب النزول هو حادثة أو سؤال أو موقف حدث في المجتمع المسلم فنزلت الآية تبين حكمه وتتحدث عنه. إذا لا يدخل في سبب النزول الأمور السابقة، يعني لا يمكن أن يقال مثلا أن سورة الفيل سبب نزولها حادثة الفيل. لأن حادثة الفيل والهجوم على الكعبة هذا لم يكن لا يمكن القول أن نزول الآيات عن نوح سببها قصة نوح. إنما يشترط في سبب النزول أن يكون الحادث مواكبا لنزول الآية، أن نزل أن تكون الآية نزلت بعده. طبعا آية القرآن الكريم على نوعين، هناك قسم نزل ابتداء وليس له سبب نزول. وهذا مثل اكثر اي القران الكريم التي نزلت في العقائد وفي قصص الانبياء وفي غير ذلك وهي هذه موضوعات تاخذ مساحه كبيره من القران الكريم وهناك ايات كثيره نزلت مرتبطه باحداث او معارك او احداث كم عدد هذه الآية التي نزلت مرتبطه باحداث وامور يعني هذا يختلف باختلاف وجهه النظر يعني من اي زاويه تنظر هل كل ما نزل عن غزوه بدر في سورة الانفال، وكل ما نزل عن غزوة احد في سورة ال عمران، وكل ما نزل في موضوع مثلا في سورة التوبة، حديثا عن غزوة حنين او حديثا عن غزوة تبوك، يعني هذا كله مرتبط بظروف، هذا كله مرتبط بظروف، هذا يعني كثير من القرآن الكريم ولكنه ليس الاكثر. أم أننا نتحدث عن روايات محددة تذكر أسماء وتذكر أسئلة محددة وتذكر أمورا محددة؟ إذا ذهبنا إلى هذا المذهب سنجد مثلا أن الإمام السيوطي في كتابه لباب النقول يذكر نحو 950 آية لها يعني يذكرها في باب أسباب النزول وأن الإمام الواحدي طبعا هذان كتابان مهمان أن الإمام الواحدي في أسباب النزول يذكر نحو 850 آية. هذا لأنهم يذكرون كل شيء يعني يذكرون بقصد الاستقصاء يذكرون الصحيحة والضعيفة والحسنة وما يقبل وما يمكن أن يناقش ولكننا نجد بعض العلماء المعاصرين عندما ذهبوا إلى تحقيق الأسانيد وتحقيق قل العدد عندهم كثيرا وصار في نحو المئتين أو مئة آية باختلاف الكتب واختلاف المؤلفين على كل يعني سبب النزول له فوائد عظيمه. سبب النزول من اهم فوائده انه يعين على فهم مقاصد التشريع. مثلا عندما نقرا قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. ونتذكر ان مثلا هذه الايه الكريمه نزلت بعد استشهاد سعد بن الربيع رضي الله عنه، وكان له ابنتان، وكان يعني اعمامهما ارادوا الاستيلاء على ما لهما من مال، فجاءت امهما تذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند يعني ان ان الشريعه جاءت لتنصف المقصود من ايات المواريث كان سبب نزولها انصاف المراه في مساله الميراث. وان العرب او ان كثيرا من المجتمعات كانت ولا زالت لا تعطي المراه ولذلك لاحظوا في الايه الكريمه جعل حظ الانثى اصلا يقاس اليه حظ الذكر يعني لم يقل سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للانثى مثل نصف حظ الذكر انما جعل الانثى هي الاصل وجعل نصيب الذكر يعني موزونا بها مثل حظ الانثيين ليؤكد ان على استحقاق المراه واصالتها في باب الميراث عندما نقرأ هذا يعني هذا مثلا سبب النزول يعطينا إضاءة مهمة في هذا مثلا عندما نقرأ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ونتذكر قصة معقل بن يسار الذي كان له أخت وخطبها رجل يعني وثم اختلف هو وإياها فطلقها ومال بعد أن طلقها إلى أن يرجع إليها ومالت إليه ولكن معقل ابن يسار لم يكن يريد أن ترجع أخته إلى زوجها باعتبار أنه رفضها وأنه يعني أكرم هذا الرجل وأعطاه أخته ولكن هذه هذا الأخ كان غاضبا منه فلما قال فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن عندما نتذكر ذلك يعني لا يجوز للولي أن طبعا على أحد التفسيرين للآية من المخاطب بالآية يعني سبب النزول هذا يرجح أو يوحي أو يلمح إلى أن مثلا على أحد القولين أن الكلام للأولياء وأن الولي أن الزوج والزوجة إذا أراد بعد الطلاق أن يتراجع فلا يجوز منعهما وهذا نستشف منه ويدل على حرص الإسلام على استبقاء الأسرة ودوامها وأن المرأة لها مكانتها ومنزلتها ولا يجوز أن يفرض عليها خلاف ما تريده في علاقتها مع الرجل الذي عاشت معه ثم اختلفت معه من الفوائد العظيمة أيضا إزالة الإشكال عن معنى الآية كثير من الآي أو بعض الآي يشكل معناها إذا لم نلاحظ سبب النزول مثل قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما نحن نعلم أن الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة هو من يعني من أعمال الحج الأساسية يعني قد يكون عند بعض العلماء ركنا ومن اركان الحج ويمكن عند بعضهم منهم من يحصر الاركان في طواف الافاضه ويعني ويخرج منه الصفا والمروه يجعل الاركان غير غير شامله ولكنها عندهم من الواجبات وعند اخرين هي داخلة هي داخلة في أركان الحج فكيف يقول سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما وهذا مشعر أو ملمح إلى أنه شيء يعني متروك للحاج إن شاء أن يطوف بهما فليفعل وإن شاء لا يفعل فلا يفعل هذا الحقيقة ليس هو معنى الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في الجاهلية هناك أصنام بين الصفا وعند الصفا مناه وأنهم تحرجوا عندما حجوا ان يفعلوا فعل الجاهليين، فنزلت الايه تنفي وترفع عنهم مثل هذا الحرج، ولولا معرفتنا بسبب معرفتنا بسبب النزول لما استطعنا ان نتبين معنى الايه الكريمه. كذلك قوله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. هل معنى الايه ان المصلي يستطيع ان يتجه الى حيث شاء في صلاته؟ يمكن ان يتجه الى الكعبه او الى غيرها طبعا هذا ليس هو المراد وهو خلاف الاجماع بل المراد من الايه الكريمه يعني مثلا هذه الايه نزلت تعقيبا على تحويل القبله او تمهيدا للكلام عن تحويل القبله فلله المشرق والمغرب فليس لكم ايها المعترضون ان تعترضوا على اي قبله وجهها الله سبحانه وجهكم الله سبحانه وتعالى اليها وهذا الكلام كان تمهيدا للكلام عن تحويل القبلة الذي جاء بعد ذلك في سورة البقرة أو مثلا كما يرى بعض أهل العلم أن هذا الكلام مرتبط بصلاة النافلة وأنه في صلاة النافلة يمكن أن يتجه إلى غير القبلة على راحلته أو مثلا أن هذا الكلام في من أخطأ القبلة صلى إلى غير القبلة وهو مخطئ يظن انها القبله، ثم اتضح له انه صلى الى غير القبله، مثلا في ذلك كله في ذلك كله ترد بعض روايات بعضها اصح من بعض. ويمكن يكون انه اولاها واجدرها بالقبول من حيث القوه ان تكون الايه مرتبطه بتحويل القبله، لان الروايات الاخرى في المسائل الاخرى يعني فيها ما فيها من نقاش وجدل المهم أيها الإخوة في سبب النزول أنه لا يعلم إلا من جهة النقل ولا مدخل للاجتهاد فيه ينبغي أن يكون الآن عندما تتعدد الروايات في سبب النزول أو عندما نقرأ روايات سبب النزول ينبغي أن ننتبه إلى أمور عدة أولا أن الناس تحب أن تستكثر من الروايات فلذلك يمكن أن يدخل في أسباب النزول أشياء كثيرة فيها ضعف يعني الناس تدخل موضوع أسباب النزول مما يحتاج إلى تحقيق وتمحيص والتأكد من صحة الرواية الأمر الثاني أن الرواية إذا صحت قد تصح الرواية ولكن لا بد من التأكد من أن نزول الآية مرتبط بالحادثة فقد تكون الحادثة صحيحة ويكون ربطها بالآية على أنها سبب نزول الآية محل نظر لا بد من ملاحظة السياق يعني لا يجوز أن يصرفنا ذكر سبب النزول في فهم الآية عن إدراك المعناها الواسع لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وملاحظة السياق الذي جاءت فيه ووردت فيه طبعا في أسباب النزول يقدم دائما الرواية الصريحة على غير الصريحة يعني قول الصحابي نزلت الايه في كذا هذا ليس صريحا في انه سبب نزول، وانما يمكن ان يكون نزلت في مثل هذا المعنى ان يكون ما يذكره من حادثه هي مثال على ما يدخل في معنى الايه، فقول الصحابي نزلت الايه في كذا في قصه في مثل هذا الموقف هذا محتمل ان يكون المقصود به سبب النزول ومحتمل ان يكون مثالا على معنى الايه ولكن عندما يقول الصحابي حدث كذا فنزلت الايه الكريمه هذا اوضح في انه في كونه سبب نزول وبالتالي اذا كانت الروايتان صحيحتين واحداهما صريحه والاخرى غير صريحه فتقدم الروايه الصحيحة على غير الصحيحة وتقدم الرواية الصريحة على غير الصريحة وينبغي طبعا أن ينظر دائما نظرة فاحصة ناقدة في مثل هذه الروايات الكثيرة المذكورة حتى لا تؤثر سلبا على فهمنا للآية وأن يكون تأثيرها إيجابيا لأن من أعظم المشكلات في فهم القرآن الكريم أن نقرأ القرآن قراء ونحن يعني نراه في حسنا وفي وجداننا ان نقرا وكان الايه الكريمه مرتبطه بمواقف سابقه، يعني في ناس بيقراوا القران وكان القران يتحدث عن ابي جهل وعن ابي بكر الصديق، وانه يتحدث عن قريش، القران خطاب الله سبحانه وتعالى للبشريه الى قيام الساعه. ولذلك فالعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبعض العلماء يذكرون خلافا في هذه المساله. ويقولون ان في المساله رايين. وأن بعض العلماء يقولون إن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وهذا لا يقول به عالم بمعناه الحرفي، يعني أن الآية الكريمة مثلا لا تتحدث إلا عن فلان وفلانة. اللذين نزلت فيهما الآية، هذا لا يقوله عالم ولا مسلم، لكن ما قصدهم أن معنى الآية أن سبب النزول يوضح معنى الآية ويجعله مختصا بمثل نحو هذه الحادثة. وهذا هو القول الضعيف في المسألة، والقول القوي أننا نجري مع عموم اللفظ ولا ننظر إلى خصوص السبب. أما أن يزعم زاعم أن الآية لا تختص إلا بفلان وفلان اللذين نزل أو الذين نزلت فيهم الآية، هذا يعني لا يقوله عالم قط. إنما الكلام أن بعض العلماء يجعل معنى الآية يعني مرتبطا بمثل القصة التي نزلت فيها وجماهيرهم يحكمون بعموم اللفظ هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية في هذا العصر الحديث لأنه في هذا العصر الحديث من أخطر الأشياء التي تعرض للمسلمين في الحديث عن القرآن الحداثيون باتجاهاتهم المختلفة وهؤلاء الحداثيون بأسمائهم واتجاهاتهم يهتمون كثيرا بأسباب النزول ويريدون لأنهم يقرؤون القرآن تحت محورين الأنسنة والأرخنة الأنسنة يعني أن هذا نص حتى لو كان من عند الله طالما نزل إلى محمد وقرأه الناس صار نصا إنسانيا يعني بمعنى رفع القداسة عنه وبالتالي ينطبق عليه كل طرائق النقد التي تنطبق على كل النصوص ويطبقون يريدون أن يطبقوا على نص القرآن الكريم ما يفعله الأوروبيون بقراءتهم لنصوصهم التي يسمونها مقدسة من حيث اخضاعها للنقد والتحليل وانه ترفض احيانا وتتجاوز احيانا يقول المسلمون سبب تخلفهم انهم ينظرون الى النص القراني على انه نص مقدس لا يتجاوزونه وهذا يكبل عقولهم وحتى تنطلق عقولهم بغض النظر عن اصله الالهي لا بد ان يخضع لكل وسائل وهذا طبعا هدم للاسلام كله فهذا المقصود بالانسنه نزع القداسه عن القرآن الكريم وهذا معناه نزع لكل قداسه في الاسلام وتدمير للاسلام. القضيه الثانيه الارخنه. الارخنه بمعنى ان النص القرآني ليس نصا خالدا ولا يتحدث الى البشريه كلها، انما يتحدث عن الظروف والقضايا والاحوال التي نزل فيها. وبالتالي يصبح هذا نصا تاريخيا. مرتبطا بالظروف التي نزل فيها. هذا طبعا من اكبر معاول الهدم للقران الكريم وهدايته. القران الكريم عندما ينزل في اسباب معينه وفي ظروف معينه هذا ضرب من ضروب التعليم، التعليم المرتبط بالموقف. عندما يتحدث القران عن احد ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، هو لا يذكر شيئا خاصا باحد، ويعلم المسلمين كيف يتعاملون مع لحظات الضعف. ايا كانت هذه اللحظات وتاتي قيمه الحدث من حيث انك تقرا الايات الكريمه وانت تستشعر مثالا وجوا ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لتسحب ذلك وتقيس ذلك وتستوعب ذلك في كل ظروف الضعف والهزيمه كما خاطب الله سبحانه وتعالى نبيه واحبابه وصحابه نبيه ولا تهنوا ولا تحزنوا فهذا خطاب للامه في كل حين كذلك عندما يخاطبهم مثلا في سوره الاحزاب اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم هذا كلام عن وضع ان يكون المسلمين مسلمون فيه في وضع حصار وبالتالي وخوف وقلق وبالتالي نقرا القران بهذا الاطار مستفيدين من اسباب النزول وما تعطيه من هدايات مع ان نترك الامر كله يعني ملاحظين اتساع دلالة القرآن الكريم اتساع معانيه وخلود هدايته عبر الأجيال كلها الموضوع الأخير الذي نريد أن نتحدث فيه إن كان في أي سؤال أبو ياسع الموضوع تفضل نعم. الله يعني في قضية لو نجيب نوضح مثال فلا جناح عليه أي تطوف بهما يكون هيك توضيح لل... نعم هو الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهما كلمة لا جناح يعني وكأنها تعني رفع الإثم مجرد رفع الإثم وهذا لا يعني مثلا أنت تسألني متى نقدم الورقة الفلانية مثلا طالب أقول لا جناح عليك إن قدمتها في هذا الأسبوع أو في الأسبوع الذي يليه يعني بمعنى آخر أن أنت غير ملزم الامر فيه سعه تستطيع ان تفعل ذلك وتستطيع ان لا تفعله، تستطيع ان تؤخره. هل الصفا السعي بين الصفا والمروه من المباحات؟ بمعنى انه يجوز للحاج ان يتطوف بين الصفا والمروه او الا يتطوف، هذا من اعمال الحج الاساسيه التي لا يصح الحج الا بها. فكيف يقول سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه ان يتطوف بهما؟ نزلت هذه الايه الكريمه لتصحح فهما خاطئا. انه اذا لو فهمنا بهذه الايه بهذه الطريقه سنفهم انه يعني للحاج ان يتطوف وله الا يتطوف لا جناح عليه لكن عندما نعرف سبب النزول وان الصحابه تحرجوا من الطواف بالسعي بين الصفا والمروه بي تحرجوا من السعي بينهما لأنه كان هناك أصنام نائلة عند الصفا وأن هذه الأصنام كانوا يؤدون بعض الطقوس في جاهليتهم عندها فهم يريدون أن ينخلعوا من كل جاهليتهم وألا يكرروا شيئا كانوا يفعلونه بالجاهلية فقبل أن تنزل الآية تحرجوا من الطواف ظانين أن هذا الطواف من حج من شعائر الحج عند المشركين فنزلت الآية لتبين أن ذلك ليس كذلك لأننا نعلم أن فرائض الحج وأعماله الأساسية مأخوذة من شريعة إبراهيم عليه السلام ثم أدخل المشركون فيها ما أرادوا أن يدخلوه فجاء الإسلام لا ليلغي كل أعمال الحج التي كان يفعلها المشركون بل ليهذبها فيبقي منها ما كان صوابا ويهدم ما كان مما أدخله المشركون من شركيات الموضوع الأخير الذي نتحدث تفضل والعام العبرة بعموم اللفظ يعني لا يكون الخاص والعام لا بالمعنى الأصولي الخاص والعام آيتان أحدهما يعني مثلا عندما يقول سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الأصل أن يعم هذا كل مطلقة عندما يقول سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن معناته استثناء للحامل وأن لها عدة أخرى بوضع الحمل إذا كانت مطلقة هذا هو العام والخاص بين آيتين تكون الآية الثانية استثناء من عموم الآية الأولى آه لكن سبب النزول ليس في هذا المقام لكن ما نركز عليه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من هذا الباب يصير المسألة يعني يرد مصطلحاء العام والخاص إذا نصيحتك لاسباب النزول أن يتحقق الإنسان من يعني الروايه ومن صحتها؟ امران، الامر الاول التاكد من صحه الروايه، والامر الثاني ان نحافظ على فهم الايه بعموماتها ومعناها الواسع ضمن السياق الذي وردت فيه، والا نظن ان الايه انما تتحدث عن فلان او فلان، وان نقزم المعنى ليصير هذا المعنى مرتبطا بحادثه او موقف وكاننا يعني نقرا القران وكانه خارج وكان القران الكريم خارج دائرة الهداية العامة والمستمرة إلى قيام الساعة آخر سؤال في بعض الآيات إلى أكثر من سبب نزول يعني ممكن أن تكون حوادث أكثر من حادثة في زمن متقارب يعني مثلا كما في حادثة رمي المحص... الذي يتهم زوجته في اللعان شيء أنه مثلا يمكن أن يكون أكثر من حادثة أو أكثر من شخص سأل ربما بعضهم سأل لغيره يعني مش بالضروره انه صار اكثر من حادثه، ربما سأل الشخص عن نفسه وربما سبق ذلك ان بعضهم سأل سؤال عن الحادثه لان الحادثه اثارت القضيه، فان يكون هناك اكثر من سؤال وجاء الجواب في الايه الكريمه عن الاسئله هذه كلها، سواء تعددت الحادثه او تعدد السائلون عن الحادثه نفسها. الله يبارك فيكم موضوع الأحرف السبعة أيها الإخوة أنا أبدأ بأن أقرأ بعض الأحاديث الصحيحة في المسألة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فهو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، فقلت من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له كذبت، اقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة التي سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر عليه فما تيسر منه الحديث متفق عليه والحديث الثاني عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاط بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ, أن تقرأ أمتك القرآن على حرف ربما تقرأ يعني هي تحتاج إلى تعديل إملائي في أكثر من رواية آه يعني على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك مثلا على هذه الرواية القرآن على حرفين فقال اسال الله معافاته ومغفرته ان امتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثه فقال ان الله يامرك ان تقرا امتك القران على ثلاثه احرف فقال اسال الله معافاتي ومغفرته وان امتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعه فقال ان الله يامرك ان تقرا امتك او ان تقرا امتك تحتاج الى تحقيق يعني اذا كانت تقرا فتحتاج إلى تعديل إملائي لكن بجزء أنا أخذتها من بعض كتب علوم القرآن بهذه الكتابة بهذا الإملاء في في نص بهذا في تقرأ أمتك نعم تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف تقرأ. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا أخرجه مسلم حلوة الرواية أيما حرف قرأوا عليه نعم قرأوا عليه الرواية الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف لم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف لأن طبعا آآ آآ الملحوظ في هذه الأحاديث كلها أيها الإخوة أولا أن موضوع الأحرف أولا مرتبط بالتعدد تنوع القراءة يعني أن النبي قرأ القرآن على أكثر من وجه أن هذه الأوجه لا المختلفة في القراءة لا تمسّ بالمعنى ولا تغيّر تغييرا أساسيا في الآية أن هذه الأوجه كلها مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أحدا من الصحابة لم يقرأ إلا كما سمع من النبي. وكلهم يقول هكذا اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى انه لم يكن جائزا ولا حاصلا ان يقرأ انسان على غير ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين ان هذا هذا التنوع في القراءة مقصود منه التيسير وان امتي لا تطيق على ذلك، وبالتالي لا يمكن ان يكون داخلا في موضوع الاحرف السبعه تعدد المعاني او الابواب التي نزل عليها القرآن الكريم بين امر ونهي ومثل هذا جاء في بعض الاثار وهو صحيح ان القرآن فيه ذلك كله لكن ليس هذا بينه وبين موضوع الاحرف السبعه الذي نتحدث عنه والمرتبط بقراءة القرآن الكريم اي صله ان تكون هناك روايات اخرى تذكر أن, مم... أن القرآن الكريم جاء على معان مختلفة منها الأمر ومنها النهي ومنها الخبر ومنها القصة ومنها المثل هذا آه ماذا صحيح لكن لا شأن له بقضية الأحرف المرتبطة بالتنوع القراءة طبعا لماذا تعددت الأحرف السبعة لأن حال العرب قبل الإسلام كانت جزيرة العربي جزيرة بالغة درجة عالية في الاتساع وكان الانسان ينشا على لهجه قبيلته، وكان التواصل بين هذه القبائل قليلا، وكانوا قوما اميين، والانسان الامي مع غياب وسائل الاتصالات والمواصلات في ذلك الوقت، ينشا على لغه، فاذا كان يعني غير مثقف لا يستطيع ان يقرا الا على اللغه التي او اللهجه التي عليها قومه، ومن هنا كان تنوع القراءة المنوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مندرجا تحت أمرين الأول اختلاف لهجات يعني مثلا ايه أن يقرأ مثلا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى من الواضح أن الأولى والأولى عليهم وعليهم أمهاتهم إمهاتهم أن هذا شيء مرتبط بصراط الذين أنعمت عليهم عليهم يعني مثل ذلك كله هذا مرتبط بتعدد اللهجات والمقصود به التيسير أخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربي وأقرأه للناس على هذه الوجوه المختلفة ليقرأ كل إنسان بما تيسر له مما من الوجوه المنقولة عن النبي والمأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم إذا هذا متصل بتعدد اللهجات وهناك اختلاف أو تنوع في قرائي المقصود منه اتساع المعاني وهذا لا علاقة له باختلاف اللهجات مثل أن يقرأ مالك وملك يعني العربي كل العربي تستطيع أن تقول مالك وكلها تستطيع أن تقول ملك كلها تستطيع أن تقول يطهرن وكلها تستطيع أن تقول يطهرن كلها تقول ضنين وكلها تقول ضنين لماذا يقول وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين ليشمل المعنيين وما هو على الغيب بضنين يعني لا يبخل بأن يعلم الناس ما أنزل إليه لا يكتمه لأن الضن بالشيء معناه انه يكتمه ولا يعلمه وما هو على الغيب بظنين اي انه ليس متهما يعني لا يظن فيه سوءا فالمعنيان صحيحان والقراءتان ثابتتان والمراد من اختلاف القراءتين ان يكون للايه باختلاف قراءتيها معنيين كلاهما ان يكون لها معنيان كلاهما مراد. وكلاهما مقصود ويكون تعدد القراءات منزل منزلة تعدد الآي من حيث اتساع المعنى مثلا حتى يطهرن وحتى يطهرن أن المرأة الحائض لا تحل لزوجها إلا بأمرين يطهرن من قطاع الدم ويطهرن بأن يفعلن ما يحصل عنده الطهارة أيا مع اختلاف العلماء في معنى يطهرن هل المراد به الاغتسال او ازاله الاذى وتنظيف المكان كما هو مذهب الامام ابي حنيفه ومذهب الجمهور انها لا تحله الا بالاغتسال فاذا الان اي ذلك هو الاحرف السبعه من العلماء من يجعل الاحرف السبعه شامله لذلك كله فتكون القراءات بعض الاحرف السبعه يعني كل ما ورد في القراءات مندرج في الاحرف السبعه ومنهم من يجعل يعني ما الاحرف السبعه ما كان متعلقا بالأداء الصوتي وباللهجات يعني وهذا يعني خلاف لفظي أو شكلي لا يترتب عليه كبير أثر إذا ما ما المقصود هذا الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحصلة أنه على نوعين منه ما يتصل بالأداء الصوتي ومنه ما يتصل باتساع المعنى الاداء الصوتي يعني المباحث التي في الغالب تكون في الاصول مثل مباحث الاماله مثل ها... مثل السكت مثل الاماله مثل الاماله الكبرى او الاماله الصغرى مثل هذه المباحث مثل تحقيق الهمز وتسهيل الهمز مثل النقل عند ورش هذا هذه المباحث كلها وهذه اصلا اذا لاحظتم هذه اللهجات هي موجوده في لهجاتنا المعاصره يعني منا من يقول راس ومنا من يقول راس منا من, من يقول رحنا عندهم ومنهم من يقول رحنا عندهم شيك مثلا الاماله النابلسي بيقول لك انا انا الشيخ اللبناني ايضا في عندهم لبنان في عندهم الاماله وهذا كله منفرع ومنسرب من اللهجات القديمه الى الى لهجاتنا المعاصره وكله هذا التنوع ماخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المره السابقه وكان الشيخ تطرق الى هذا الموضوع وذهب قولا واحدا الى انه فقط الصوتي ما ذهب اليه الشيخ لا يعني لا ليس ما ليس محل اعتراض رضي الله عنه وربنا جزاه الخير استاذنا ولكن لو قراتم في كتب علوم القران خلاف هذا القول ماشي لأن كل كتب علوم القرآن أو معظمها تقول غير هذا يعني وتجعل القراءات جزءا من الأحرف يعني فلا تستهولوا الأمر ولا تظنوا أن هناك خلاف بين ما يقوله الشيخ وبين ما يقوله هؤلاء المؤلفون لأنه الخلاف بس في الترتيب والتصنيف وكيف نضع الدوائر المتعلقة بالمسألة لكن في الجوهر ليس هناك من خلاف حقيقي يعني المهم أن هناك في الورد عن رسول الله منه ما يتعلق باللهجات ومنهم ما يتعلق باتساع المعاني وقضية اتساع المعنى هذا لا علاقة له باللهجات إنما يعني فالان اين ذهبت هذه الاحرف السبعه؟ اين ذهبت هذه الاحرف السبعه؟ هذا هو طبعا السؤال المهم، يعني عندما كتب عثمان رضي الله عنه المصاحف جاءت المصاحف هي غير منقوطه وغير مشكوله ولذلك هي تتسع لوجوه كثيره يعني من من الاداء فما فما احتمله الرسم العثماني وثبتت القراءه به وصح سنده او تواتر وكان مقبولا في اللغه العربيه استمرت القراءه به في القراءات المتواتره السبعيه والعشريه وبعض الوجوه التي كانت غير موافقه للرسم العثماني وجاءت القراءه بها على سبيل الرخصه لبعض ان تكون تفسيرا مثلا قراءه تفسيريه او رخصه من النبي في توضيح بعض او يعني وجها من وجوه القراءه لتوضيح المعنى فمثل هذا يعني بقي تحت ما يسمى بالقراءات الشاذه، القراءات الشاذه هذه التي ان صح سندها يحتج بها في اللغه ويمكن ان يحتج عند كثير من الفقهاء بها بالفقه ولكن لا يجوز القراءة بها في الصلاه. لا يجوز القراءة بها في الصلاه، والقراءة لا يقرأ بالقراءة الا اذا اجتمع فيها الشروط الثلاثة، اهم شرط يعني بعض العلماء يطلقون التواتر وبعضهم يكتفي بصحه السند مع الاستفاضه باعتبار ان الاصل متواتر يعني مثلا الاماله متواتره لكن عندما نرتب كيف نرتب مد البدل مع الاماله او التقليل او الفتح عندما تتعدد الوجوه هذا يعني مثل هذه التفاصيل الدقيقه لا يعني من الصعب ان نزعم انها متواتره لانه لا يقف عليها الا المدققون والمحققون من طلبه القراءات ولا ينتشر هذا بين العامه فيكفي في مثل هذا صحه السند والله اعلم. ينبغي ان ننتبه يعني الى ان الاحرف السبعه ليست هي القراءات السبع المشهوره وبعض الناس يظنونها نفسها لأن هناك في سبع علماء سبعة هان عدد سبعة وهان سبعة فظنوا أن السبعة هي نفس السبعة قضية أن القراء السبعة طبعا في قراء عشرة وفي قراء أكثر من ذلك لكن لماذا انتشر السبعة لأن الإمام ابن مجاهد عندما جاء وكتب كتابه عن القراءات ركز على هؤلاء السبعة وهؤلاء السبعة القراءة المنسوبة إليهم ليست قراءة اجتهاد يعني ليست بمعنى انه ينسب القراءه اليه كما ينسب المذهب للامام المذهب للامام نسبه اجتهاد فالامام ابو حنيفه لما نقول مذهب ابي ابي حنيفه هذا غير لما نقول قراءه نافع وقراءه عاصم ذاك اجتهاده اما قراءه نافع فهي قراءه تلقاها وعليها قراء وكان يقرا بها عدد كبير من الناس اخذها عن شيوخه يعني وهي قراءه كانت منتشره في المدينة مثلا أو في البصرة أو في الكوفة لكنها نسبت إلى هؤلاء السبعة لأن هؤلاء السبعة كانوا أئمة أجلة بذلوا أعمارهم وحياتهم مع درجة عالية من الإتقان حتى صار الواحد منهم عنوانا ومقصدا للناس يقصدونه في تعلم هذه القراءات فنسبت اليهم والحقيقه انهم ليس لهم فيها الا انهم اخذوها عن اشياخهم وان كان لهم فيها من شيء فهو الاختيار بين الاوجه التي سمعوها من اشياخهم والتي اخذوها باسانيدهم الصحيحه المتصله يعني بل المتواتره يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان كيف نفسر الاحرف السبعه؟ يعني كثير من الناس يهولون ويذكرون أن هذا حديث مشكل وحديث غامض في أربعين وجه لا لا يعني هذا من من باب ما يشيع عند أحيانا من الاستكثار بالأقوال الحقيقة أن العلماء اتجاهان أساسيان في تفسير الأحرف السبعة وهذان الاتجاهان لا تعارض بينهما الاتجاه الأول يقول إنها سبع لهجات ويذكرون اللهجات الفصيحة لأنه ليس كل لهجات العرب على درجة واحدة من الفصاحة فاللهجات مثلا الشمالية اللي حدث فيها اقتراب من الفرس أو من الروم ودخلت ألسنتهم العجمة هذه ليست مثلا بمستوى لهجات الموجودة في أماكن العرب الأقحاح الذين لم يخالطوا غيرهم، فسبع لهجات يذكرون مثلا يعني يختلفون في تعديد القبائل السبعه، لكن المقصود انها سبع لهجات. الاخرون من المحققين من العلماء مثلا مثل الامام ابن الجزري رحمه الله والامام يعني ابو الفضل الرازي وغيرهم، يقولون انها سبع لهجات، يعني انه الاختلاف جاي من اختلاف اللهجات، ثم يضعون هذه الاوجه المختلفه تحت سبعه عناوين. يعني بمعنى آخر أن الأول يجعل السبع مرتبطة بالمصدر وأن الآخر يجعلها مرتبطة بالتقسيم لكن على جميع الأحوال سواء على الرأي الأول أو الثاني نحن نتحدث عن تنوع قرائي مرتبط سببه أن العرب كانوا لهجات مختلفة هل السبعة سبع لهجات ولا السبعة سبعة أبواب يمكن ان نجعل اختلاف القراءات مندرجا تحتها، يعني ليس هناك مثلا انه ممكن يكون اختلاف في الحركه زي ولا تسال ولا تسال عن اصحاب الجحيم، وصد عن السبيل وصد عن السبيل عن فرعون. صد عن السبيل صد عن منهج الله، او صد ممكن تكون لازم، صد صدودا، وصد من المتعدي، صد صدا. لأنه صد في صد صدودا وصد صدا إذا كان المصدر على فعل فهو في الغالب لازم آه آسف هو في الغالب متعدي قتل قتلا ضرب ضربا إذا كان على فعول مثل قعد قعودا وجلس جلوسا فهو في الغالب من اللازم فصد في صدود وفي صد وصد وصدهم فوصد وصد يعني أنه هو صد عن دين الله وصد عن دين الله بسبب كبره وبسبب إعراضه وبسبب ظلمه مثلا تساءلون وتساءلون اختلاف الصيغ الصرفية مثلا وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين الاختلاف في تغيير حرف تتلو كل نفس ما أسلفت تبلو كل نفس ما أسلفت مثلا، لاحظوا أن سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما تم نسخ المصحف في زمانه كان بقصد أن يستوعب الرسم أكبر عدد ممكن أو يعني من المنقول أو من الوجوه التي المقروء بها كان مثلا يخالف بين المصاحف، مثلا في بعض المصاحف وقالوا اتخذ الله ولدا ونجد في مصاحف اخرى قالوا اتخذ الله ولدا بدون الواو، فالواو مما يحدث في بعض الاي ان تكون مذكوره في قراءات وغير مذكوره في قراءات اخرى وذلك مرتبط باختلاف المصاحف. التي كتبها عثمان بعضها في بعضها كتب بالواو وفي بعضها كتب بغير الواو لتكون المصاحف شامله للاحرف المختلفه، مثلا وصى واوصى. مثلا ممكن ان يكون هناك اختلاف بالتقديم والتاخير فيقتلون ويقتلون. يعني فمنهم مثلا ياتي الى هذه طبعا والعنوان السابع اختلاف اللهجات فيجعل فيجعل اختلاف الاحرف يعني المقصود بالسبع مثل هذه العناوين بالتقديم والتأخير باختلاف الحرف باختلاف الحركة بأن يذكر شيء ويحذف شيء على كل أي ليس مهما كيف نحصر السبع بل إن من العلماء مثل الدكتور فضل عباس جزاه الله خيرا وهو ما يذهب إليه برضو يعني بعض العلماء من المعاصرين القدماء من يقول إن حقيقة العدد سبعة غير مرادة وان سبعه في, في كثير من الاحاديث النبويه تاتي ويراد بها التكثير يعني هذاك ياكل من سبعه امعاء مثلا الكافر، مثلا السبع الموبقات ثم تذكر الروايات، طبعا هناك من يعترض عن ذلك بان طبيعه سياقه الحديث انه على حرف على حرفين فما زال يستزيده حتى بلغ سبعه يعني يقول ان العدد سبعه مراد انه العدد سبعه مراد، ايا كان الامر فهذا لا ينشا عنه شيء كبير يعني اختصار اه شيخنا عن يعني موضوع القراءات وهذا التعدد ليس بينه أي تضاد و أي يعني ليس بينه أي تضاد وليس فيه أي اجتهاد لا. أولا ليس بينه أي تضاد واثنين ليس فيه أي اجتهاد وكله منقول عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن المراد منه أحد أمرين إما التخفيف والتيسير على الناس ليتمكنوا من قراءة القرآن أيا كانت ألسنتهم ولهجاتهم والأمر الثاني أن تتسع المعاني ويكون ذلك رافدا من روافد إعجاز القرآن الكريم طبعا القراءات يعني بس نذكر السبعة يعني بس نذكر السبعة اللي هم نافع المدني وابن كثير المكي وابو عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الدمشقي وعاصم بن ابي النجود وحمزه بن حبيب الزيات وعلي بن حمزه الكسائي الكوفيون، ولاحظوا يا اخوه هنا انا يعني لطيفه صغيره انه نافع من المدينه، ابن كثير من مكه، ابو عمرو بن العلاء من البصره، ابن عامر الشامي من دمشق، لكن الكوفه منها ثلاثه، عاصم وحمزه والكسائي. طبعا ولما نروح على العشره بكون أيضا خلف العاشر معهم طبعا العشرة أبو جعفر ويعقوب لاحظوا أن الكوفة بالدرجة الأولى نقلهم رضوان الله عليهم يعني كلهم يرجعون إلى عدد من الصحابة من أهمهم ابن مسعود رضي الله عنه باعتبار ابن مسعود رضي الله عنه وكان شيخ الكوفة وأخذ العلم الكوفي كله عنه وعن تلاميذه هذا عندما يكون عاصم وحمزة والكسائي الذين يروون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وها هي قراءتهم موجودة بين أيدينا هذا فيه أبلغ رد على بعض الروايات أو بعض الأقوال التي تنسب إلى سيدنا عبد الله بن مسعود مثلا أنه لم يكن يقول بقرآنية المعوذتين لم يكن يقول بكذا يعني وانه له مصحف مخالف او لا او له اشياء مخالفه وانه في اشياء عنده يعني في اختلاف كبير بينه وبين ما نقرا، ها هم ثلاثه من السبعه من الكوفه وهذا بجوز من تقدير المولى انه يكون ثلاثه من السبعه من الكوفه شيخهم او من اهم شيوخهم في الاقراء سيدنا عبد الله بن مسعود، فهذا النقل المتواتر عن الصحابه العظام وعلى راسهم سيدنا عبد الله بن مسعود فيه ابلغ الرد على ما يعني يقول يقال او يزعم عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. طبعا ايها الاخوه والاخوات انا اشكر لكم سائلا المولى عز وجل ان يكون يعني يغفر لي ويرحمني اذا اخطات او زليت يعني واذا كان وقعت في شيء من الزلل او الخطا فهذا شان البشر. يعني وانا اذا كان في على الصفحه اي اسئله لانه احنا طبعا الحديث مكثف ومركز لانه نتناول ثلاث عناوين كبيره. يعني كل منها يحتاج الى مساق ايوه يعني فمن من يحب على ايميلي على الواتس على ال ايميلي او الواتس او كذا بحطوه وانا اي استفسار من حضراتكم يسرني ان اجيب عنه في حدود علم القليل وعقل الكليل سائلا المولى عز وعلا ان يغفر لنا وان يرحمنا جميعا وان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال انه قدير وبالاجابه جدير انه نعم المولى ونعم النصير